انت قدمت قبل كده او يعني سبق وان قدمت سيره الامام الشافعي في 2007 مسلسل بطوله ايمال بحر درويش. ايه المختلف؟ بتقدمه كمان اي فتره من حياه الامام؟ هو المسلسل مش سيرة ذاتية، مسلسل رسالة الإمام مش سيرة ذاتية بالمعنى المتعارف عليه التقليدي للإمام الشافعي، وده ممكن يكون أول اختلاف بينه وبين المسلسل اللي سبق تقديمه يعني في سنوات سابقة. هو المسلسل بشكل أساسي بيركز على السنوات الستة اللي قضاها الإمام الشافعي في مصر، في فترة من 198 هجرية ل 204 هجرية، وهي فترة كانت عامرة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر في هذا الوقت. وجوده فيها يبدو ما كانش صدفة، يعني كان ترتيب يعني إلهي إذا شاء القول، يعني إذا صح القول. وبالتالي هو مختلف عن المسلسل السابق، في كمان في اختلاف فيما يتعلق بالزمن اللي احنا بنقدم فيه العمل دلوقتي، الزمن من حيث التقنية ومن حيث الإخراج ومن حيث حتى طرق الكتابة، كل ده تغير. لأن المسلسل الأول كان مقدم من حوالي 15 سنة، ثم إن الشخصيات المؤثرة عادة زي الإمام الشافعي يمكن تقديم عنها أكثر من عمل بأكثر من زاوية وأكثر من رؤية، لأن أحيانا العمل الواحد لا يكفي لأن احنا نستعرض كل منجزه وكل أثره، وده اللي احنا بنحاول نعمله في النسخة دي من مسلسل رسالة الإمام.